موضوع معنا من بيروت خبير تقنية المعلومات أيمن أيتاني. سيد أيمن صباح الخير. يعني بداية إلى أي حد يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي أن تحدد اتجاهات السوق؟ هلا هن كمواقع تواصل اجتماعي مثل فيسبوك وغيرها بيعملوا تحليل تقني تفصيلي للمعلومات اللي بنحطها، يعني اذا كان بالخط المكتوب او صوره، حتى بيعملوا تحليل للصوره، هيدي صوره قهوه، صوره بحر، صوره مطعم. بيعملوا كمان تحليل للفيديو، الصوت والصوره. فبيعملوا تحاليل كامله للمواضيع اللي نحن بنحكي فيها على الاعلام الاجتماعي. منها بيقدروا يعرفوا نحن كاشخاص شو اهتماماتنا، شو المواضيع اللي بتهمنا، لانه هيدي بتفيدهم لحتى يحسنوا الخدمه كموقع اجتماعي، وكمان بتفيدهم ليكون عندهم مردود دعائي. فمثلا اذا واحد بيهتم، يعني في تحليلات معينه بتصير، مثلا اذا انت رايح هلا اوتلي على تايلاند، في كثير ناس بتحط انه انا رايح بشهر 4 على تايلاند، وشو بتنصحوني بمحلات هونيك؟ بيقدر فيسبوك وغيره من المواقع بيقدر يعملوا تحليل لهالموضوع، فبيعرفوا انك انت رايح على عطلة، فبيصيروا بيقدروا يعطوك دعايات على شو في اوتيلات ومطاعم عامله اوفرات معينه بشهر 4 بالموقع اللي انت فيه. فبيعملوا تحليل مسبق وبيقدروا يعطوا هيدي التفاصيل والمعلومات. يعني بنلاحظ ايمن حتى عندما نقوم لربما بالتسوق على الانترنت لشراء الثياب والى ما هنالك، عندما نقوم بالدخول الى فيسبوك نلاحظ ايضا ان الاعلانات يعني نفس الاغراض التي قمنا بشرائها تظهر من جديد على فيسبوك. كيف يقومون تحديدا بربط هذا الموضوع؟ هيدي تقنية كانت جوجل من اول ما استعملوها قبل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وبمواقع التواصل الاجتماعي لقوا قديش هيدي اهميتها فكمان طبقوها. هي كيف بتصير ميكايلا؟ لما انت بتروحي تعملي بتفوتي على موقع انترنت لتشتري يعني جزدان معين، على الموقع هيدا يعني من خارج فيسبوك، على الموقع هيدا بيكون في نوع من كود معين موجود على هيدي الصفحة من شركة فيسبوك، يعني بيكون هني أصحاب الموقع حاطينه. فلما أنت بتشوفي هالجزدين بس أنت حبيتي ما تشتري هلأ، شي ترجعي تفتحي فيسبوك توصلك دعاية مش بس للموقع اللي أنت كنت عليه، بس كمان دعاية للجزدين نفسه واللون نفسه يلي شفتيه. فهيدي الطريقة بيستعملوها لحتى يضلوا وراك لحتى تشتري، يعني حتى تشتري هذا الجزدين. طيب سيد يعني أيمن، كيف يمكن الاستفادة من البيانات التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام؟ يعني أكبر اهتمام هذه المواقع التواصل الاجتماعي بالمردود الدعائي. من زمان كانوا يقدروا يعملوا دعايات انه على صعيد انه يعني على صعيد انه يعني الجنس شاب او بنت والفئة العمرية وبأي مدينة او اي بلد، بس مع الوقت مطلوب اكثر كان منهم يكون في تفاصيل اكثر، فصاروا يروحوا وراء الاهتمامات. الاهتمامات بتكون موجودة حسب نحن شو بنطلع معلومات على التواصل الاجتماعي، وكمان موجودة حتى لو في ناس بتقول انه هي انا مش عم طلع معلومات على التواصل الاجتماعي انا بس بقرأ. كمان فيسبوك وانستغرام وتويتر ولينكدين وكلهم بيعملوا تحليل لشو بنقرأ، يعني حتى لو نحن ما بنطلع كأشخاص، لما ننقر على رابط معين نقرأ أخبار، بيشوفوا هني هو الأخبار السياسية، أخبار اجتماعية، أخبار عن سفر، أخبار عن يعني شو الأخبار اللي بنشوفها، بيشوفوا شو أنواع الفيديوهات، فيديوهات فكاهية، فيديوهات سياسية. فيعني بيعملوا كمان تحليل لكل المضمون اللي نحن بنقرأه، وكمان بيشوفوا نحن مع أي أصحاب عم نتواصل على هيدي المواقع، وبيعرفوا نحن أصحابنا شو اهتماماتهم، وبيتوقعوا نحن اهتماماتنا شوي قريبة منهم. فكل هيدي المعلومات عم بتكون على صعيد يومي عم تتحلل وتتجمع عن شخصنا نحن على موقع التواصل الاجتماعي، ومننا بيقدر يعملوا دعايات. يعني فالأشخاص حابين يعني بدو يعملوا بيقدروا يحطوا مصاري مع مواقع التواصل الاجتماعي ليقدروا يوصلوا الدعاية للأشخاص اللي بيهمهم هالنوع من المنتجات أو الخدمات.
طيب انه ايمن هنا بطبيعه الحال يعني الشركات الاعلانات هي المستفيد من هذا الموضوع وخاصه المستفيد الاكبر، ولكن كل هذه البيانات يقومون بتحليلها من خلال تحليل المحادثات، ملايين المحادثات بين المستخدمين، اليس هذا يعني برايك يخرق خصوصيه المستخدمين باي شكل من الاشكال؟ هلا موضوع الخصوصيه والاعلام الاجتماعي دائما موضوع شائك، خاصة انه التقنية يلي عم تستعملها هاي المواقع للتواصل الاجتماعي على تحسن دائم وبسرعة، فالقوانين تبع الخصوصية عم تاخذ وقت اكثر لحتى تكون موجودة لحتى تحمي المستخدم. يلي نحن فينا نعمله كاشخاص، فينا نفكر شوي اكثر، يعني انا بعمل يعني لما احكي مع الناس بهالمواضيع بالندوات او المؤسسات بحكيهم في الموضوع، المعلومات اللي بنحطها نحن على مواقع التواصل الاجتماعي لازم نحن نحط المعلومات يلي بدنا اياها توصل، يلي بدنا اياها تتحلل. المعلومات اللي نحن عندنا شك فيها او مش حابين حدا يعرف فيها محلها مش على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني فمنشان هيك لو واحد لما يطلع صوره او فيديو او يحلل الموضوع او يشوف هالموضوع معين بده يفكر فيها كانه موجود بعرس وعم يخبر كل الناس عن هالموضوع، اذا هو مرتاح يخبر كل هالناس عن هذا الموضوع تنحط على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا ما أنه مرتاح محلها مش على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب أيمن، كيف تبنى العلاقة والثقة بين المستهلك وبين مواقع التواصل الاجتماعي برأيك؟ هلا بدأ وقت، واللي عم يصير هو مواقع التواصل الاجتماعي عم يستفيدوا من هالمعلومات كمان ليشوفوا نحن شو اهتماماتنا وعم بيحسنوا طريقة الخدمة اللي بيعطونا إياها. فهيدي كمان نحن كمستخدمين عم نرجع مرة واثنين وثلاثة على تطبيق فيسبوك أو إنستغرام أو لينكدإن أو غيره. فمن جهة تانية هني عم يقدروا يعطونا المعلومات اللي نحن بدنا إياها. سو عم يكون عنا استفادة، نحن نعرف الأخبار، يعني في كتير ناس اللي عم تأخذ أخبار من أخبار اليومية يعني من العلم الاجتماعي، وكمان الأخبار الأصدقاء والناس اللي معنا بالشغل من هالموضوع. فهني لما عم بيحسنوا الخدمة على طريقة يومية عم يكون عنا نحن استفادة إنه عم نقضي وقت أكثر وأكثر بمواضيع بيهمنا، وهن كمان من جهتهم كل ما نحن نقضي وقت أكثر كل ما يكون في مردود دعاية أكثر واهتمام أكثر. كل المؤسسات هلا كلهم عم بيتنافسوا على الاهتمامات تبعونا نحن على الوقت، بدهم وقت منا أكثر وأكثر ضمن خدماتهم، فبدهم يشتغلوا يحسنوا فيها لنضل نحن أكثر فيها، ونحن من جهة عم نستفيد بس بده يكون عندنا وعي على المعلومات اللي عم نعطيها. أيمن، على ما يبدو أنه هنالك توجه أكثر يعني خلال الأعوام الماضية نحو التسوق عبر الإنترنت أو الأونلاين شوبينج، ولكن اليوم بما أنه وسائل التواصل الاجتماعي أيضا مهتمة بهذا الموضوع، هل برأيك ستصبح فيسبوك وإنستغرام وغيرها منصة للتسوق بس عوضا من أنه تصفح الأخبار والصور؟ يعني أنا عم اشتغل كمستشار مع مؤسسات تجارية يلي عندها أماكن بكل البلدان العربية ليبيعوا بس بالمحلات، عم ساعدهم يستعملوا الإنترنت والتقنية هيدي لحتى الناس تجي على المواقع تبعون تشتري، وعم نشوف هيدي المؤسسات عم تعطي اهتمام كتير كبير من طريقة تقنية، وكمان من طريقة كمان عم بيحطوا مصاري أكتر وناس أكتر، لأنه لما عم يقدروا لما عم بيغيروا طريقة التقنية اللي بيستعملوا فيها المواقع الاجتماعية، وكمان عم بيستعملوا كيف مواقعهم تحكي مع المواقع الاجتماعية، وكيف هن كمان فيهم يعطوا يعني كمان في خدمة العملاء كمان تلعب دور، يعني في كتير مؤسسات هلا إذا أنت عندك مشكلة بالجزئين اللي اشتريتيه إجا عليه مشكلة أو اللون غلط أو مش هذا، فيك دغري عن طريق فيسبوك تحكي معهم تتواصلي مع هالمؤسسة، يعني معلوماته موجودة فيهم دغري يساعدوك بالمشكلة. فهيدي المؤسسات أكثر وأكثر عم بتشوف إنه مردودها من التسوق الإلكتروني عم بيكبر، فعم بيحطوا وقت وناس أكثر لحتى يهتموا فيها، والمستفيد فيها كمان المواقع التواصل الاجتماعي لأنه هن البوابة للناس، يعني هالموقع التجاري بده يوصل للناس باهتمامات معينة بفئة عمرية معينة باهتمامات معينة، والمواقع الاجتماعية هي عندها المعلومات، فعم يقدروا هن عم يعملوا الرابط بين المستخدم من جهة والموقع الإلكتروني من جهة تانية، وبالنص عم يكون المواقع الاجتماعية اللي عندها المعلومات عن المستخدم عم تاخذ المردود المالي من المواقع التجارية لتوصل لهالأشخاص. بدوري حابب أشكرك الخبير خبير التقنية تقنية المعلومات أيمن أيتاني على كل هذه المعلومات القيمة.
من جديد نحن